السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس الإمارة. الدرس النهاردة هيكون إن شاء الله بسيط، وعايزين نوصل بيه مفهوم معين، وهو الفرق ما بين الفويل والبريزماتيك، أو بمعنى أصح اللومينير ديفيوزر. هنتكلم في الأول عن أجزاء بيزكس أو حاجات بيزكس بالنسبة للإنارة، عشان اللي بيحاول يفهم الموضوع من إخواننا حديث التخرج، ولو حد أدفانسد في الموضوع وعايز يفرق ما بين النوعين دول بشكل علمي. طبعا أنت بيكون عندك اللايت سورس، اللايت سورس دوت ممكن يكون ليد أو فلورسنت، عشان توجه الإضاءة بتاعة اللايت سورس ده في اتجاه معين بتبدأ تستخدم أجزاء في الكشاف اسمها الأوبتيكال بارت. فالكشاف عندنا بيتكون من 3 أجزاء رئيسية، هو اللايت سورس والأوبتيكال بارت والأكسلري بارت. الأكسلري بارت دي ممكن يكون بلاست، ممكن يكون درايفر، ممكن يكون أجزاء لها علاقة بالفيكسيشن وطرق التثبيت. وطبعا اللايت سورس، والجزء المهم اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو الأوبتيكال بارت. الأوبتيكال بارت ده وده الجزء الخاص بتوجيه الضوء الخاص، الضوء الناتج من اللايت سورس. وده بيكون أنواع كتير، ممكن يكون ريفلكتور عواكس أو ديفيوزر نواشر أو لينز اللي هي العدسة. الجزء اللي هنتكلم عليه النهارده هو جزء الديفيوزر. بالنسبة للديفيوزر، النوعين الأساسيين اللي عندنا اللي هو الكوبال والبريزماتيك. الصورة دي صورة من الـ IES اللي هو الأمريكان ستاندرد بتاع الإضاءة. والجزء بتاع الأوبال والبريزماتيك بيندرج تحت جزء اللينزنج أو العدسات زي ما اتكلمنا. فبيقول لك إن هنا اللينزنج ده جلاس ولا أكريليك، ولو أكريليك ممكن أو جلاس ممكن يكون أوبال أو بريزماتيك. فدي الماتيريالز اللي أنت بتصنع منها الديفيوزرز، سواء كانت أوبال أو بريزماتيك، وفي طبعا بولي كربونات. ازاي بنتحكم في الديفيوزر، ازاي بنتحكم في الضوء، وازاي الكلام ده يكون واضح ويكون الستاندرد. باختصار هما بيعملوا حاجة اسمها LIDC او Light Intensity Distribution Curve، وده بيكون عبارة عن سكاشن. السكاشن دي رأسية وافقية متاخدة للكشاف، بحيث انه يوضح طريقة التوزيع بتاع الكشاف، بتاع الضوء اللي ناتج من الكشاف. تمام. هنا دي طبعا بعض الاشكال الناتجة عن الاوبتكس المختلفة اللي بتركب على الكشاف. تمام. طبعا الجزء اللي احنا شايفينه ده هو جزء C0 اللي هو البلان C0. ممكن نتكلم بعد كده ان شاء الله ازاي الفايلات دي بتنتج وازاي الكورفات دي بتنتج، لكن كل اللي يهمنا اللي احنا نعرف ان شكل الضوء ده بيتحول لفايل او بيتحول لمخطط. المخطط ده بيسموه ال IDC عشان يكون سهل نفرق ما بين الانواع المختلفه للتوزيع الضوء. هنتكلم عن الديفيوزرز، والديفيوزرز وسيله لتشتيت الضوء، وبيكون ليهم 3 انواع رئيسيه، لا اما اوبال، لا اما جاوزن، لا اما بريزماتيك. الاوبال وزي ما احنا شايفين هو عباره عن جزء املس، سطح املس. السطح ده بيكون فيه حاجة اسمها مايكرو بارتس. مايكرو بارتس دي بتبدأ تعمل لما بيتحرك هنا الضوء، هنا الضوء الناتج المصدر بيبدأ يتحرك ويمر خلال الجزيئات بتاع الأوبال، بيبدأ يحصل له انكسارات نتيجة إن هو بيقابل الأجزاء المايكرو بارتس دي، وبيبدأ يتشتت. فالأوبال نتيجة التشتت ده بيبدأ يحجب شكل المصدر بتاع الضوء، وما بيخلي
تخلكش تشوف المصدر بتاع الضوء اللي بينتج عنه، وبيشبه شوية شكل الإزاز السكريت اللي بيكون راكب الحمامات وبيكون مخربش ده، بحيث إن اللي قبله ما يشوفش اللي بعده. بعد كده الجوزن ديفيوزر، وساعات بيسموه ساند بلاستن، وبيكون شبه شوية البريزماتيك ديفيوزر، لكن بيكون التجعيد بتاعه أو كمية الانحناءات والانكسارات اللي في الماتيريال بتكون قليلة، وعبارة كأنها حبات رملية. الطريقة الثالثة هو البريزماتيك ديفيوزر أو الأجزاء الهرمية، ودي بتكون أشكال حادة بتنتج عنها انكسارات في الضوء. الأوبال والجوزن تقريبا بيكون ليهم شكل ثابت في توزيع الضوء، وبيكون شكل الأوبال تقريبا هو الشكل اللي احنا شايفينه ده، وطريقة التوزيع بتاعته الطريقة اللي احنا شايفينها دي، وبتكون معمولة على شكل زي ما احنا شايفين كده كرة ومنتشرة. الجوزن بتكون برضه تقريبا نفس الشكل، يعني كل كشافات الأوبال هتلاقي لها تقريبا نفس البولار كيرف بنفس الشكل ده، والجوزن برضه هتلاقي لها نفس الكيرف بنفس الشكل ده، تمام. البريزماتيك، وده بقى أنواع كتير وأشكال كتير، نتيجة إن أنت بتقدر تتحكم في شكل التجاعيد والبيراميدز اللي موجودة جوه الشكل. ممكن يكون دوم، ممكن يكون بيراميد، ممكن يكون مثلث. الفكرة بتاعته انه بيوجه الضوء في اتجاه معين، ونتيجة توجيه الضوء في الاتجاه معين، الاتجاه اللي انت محدده، بيقلل اليو جي ار او بيقلل الجلير. وبرضه ممكن نتكلم عن الجلير في فيديو تاني، لان الجلير قصة طويلة شوية مش هينفع نحطها مع الفيديو ده. دي أشكال من البريزماتيك، والشكل الأولاني وده الشكل الأكثر انتشارا، وهو اللينير 115 درجة بريزم، اللي هي عبارة عن أجزاء حادة على شكل واخدة زاوية 115 درجة، وده بيكون شكل التوزيع الضوئي بتاعه. بعد كده اللينير 90 بريزم برضو، وده بيكون شكله واخد زاوية 90 درجة عمودية على السطح بتاع الشكل. النوع الثالث وهو الاسبيشال مايكرو بريزم شيب، وده بيكون اشكال سبيشال انت بتقدر تتحكم فيها طبقا للمصنف. برضو الشكل الرابع وهو السكوير بيراميد، وهو شكل هرم رباعي، القاعدة بتاعته على شكل مربع. التريانجل بيراميد، وبرضه ده شكل من الأشكال، وبيكون القاعدة بتاعته على شكل مثلث زي ما احنا شايفين هنا الفروقات والأشكال بتاعة سطح الكشاف المختلفة. في المثال ده عشان نوضح الفكرة أكتر، ده مثال لكشاف بيستخدم، ممكن تستخدم فيه ثلاث أنواع لنفس الكشاف. ممكن يكون الكفر بتاعه بريزم، ممكن يكون الكفر بتاعه أوبال، ممكن يكون جوز. هنشوف هنا ده شكل الكشاف. أولا زي ما احنا شايفين إن الـ ID واحد، فمعنى كده إيه؟ معنى كده إن اللينز ده ما بيأثرش، ملوش علاقة بموضوع الدست، ملوش علاقة بموضوع المية ولا الرطوبة. فالاي بي هو الشيء الوحيد اللي بيتكلم على الدست بروف والووتر بروف ودرجة الحماية بتاعتك. الانواع زي ما احنا شايفين هنا بنسميه بي ار اي ام بي ليد، وده مايكرو بريزم ديفيوزر، بي ار اي جي ودوت ستيند ديفيوزر اللي هو جوزن، البي ار اي او ليد وهو الاوبال ديفيوزر. هنشوف هنا الشرح بتاع الجزء بتاع البريزماتيك.
الشرح بيقول انه جلير ريدكشن وبيقلل الجلير. وفي الاجزاء الثانيه مش هنلاقيه بيتكلم على الجلير ده نتيجه طريقه التوزيع الضوئي بتاع الكشاف. فهنشوف هنا ان هنا شكل التوزيع بتاع البريزماتيك، وهنا شكل الجوزن، وهنا شكل الأوبال. وزي ما هناخد بالنا هنلاقي إن هنا الأوبال هي هياها الأوبال اللي موجودة في الشرح، والجوزن برضو هي هياها اللي موجودة في الشرح. برضو هنلاحظ حاجة، هنلاحظ إن هنا في الكشاف من المعلومات اللي هو حاططها إن الديفيوزر الأوبال نفس الوات بتاع الأوبال هو البريزماتيك هو الجوزن ونفس اللومن الداخلي. طبعا من الاستخدامات الفروقات بتاع ما بين الاثنين، الأوبال في الغالب بينشط إضاءة هادية وناعمة، وبتكون رايحة الريلاكسيشن والأماكن اللي أنت محتاج فيها هدوء. والبريزماتيك بيكون إضاءة موجهة وبتستخدم في التاسك لايتنج أو الإضاءة اللي لتاسك معين، يعني مثلا فوق مكتب. فلو أنت بتعمل إضاءة عامة ممكن تستخدم، لو أنت عندك أوبن إيريا مكتب مفتوح ممكن تستخدم بريزماتيك عشان يكون موجه في التاسك إيريا، وممكن الأوبال تستخدمه في الأوبن إيريا. رب يكون الموضوع واضح أكتر ويكون سهل أكتر، وأتمنى يكون الشرح عجبكم. شكرا، ونشوفكم في المحاضرة الجاية إن شاء الله.